السلام عليكم. معلومات استخبارية أمريكية كشفت بأن جماعة الحوثي في اليمن بدأت بالتحرك والإعداد لهجمات قادمة على القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، في إشارة إلى القواعد الأمريكية المتواجدة في الخليج العربي. هذه المعلومات الاستخبارية الأمريكية كشفتها مجلة بوليتيكو الأمريكية في 24 ساعة الماضية. المعلومات هنا تتحدث بأن جماعة الحوثي في اليمن طلبت المزيد من شحنات الأسلحة من إيران أن ترسل لها بأسرع وقت ممكن، وذلك للاستمرار بعملياتها التي تقوم بها وضرباتها على خطوط الشحن في البحر الأحمر وكذلك على خليج عدن، وخاصة أن هنالك حلف كامل قد تشكل ضد جماعة الحوثي في هذه المنطقة بأكملها، وبأن هنالك كذلك ضربات أمريكية وبريطانية مستمرة على القدرات الهجومية لجماعة الحوثي. الواشنطن بوست وبلومبرغ مؤخرا في 48 ساعة الماضية تحدثت بأن هنالك تحرك للقيام بحملة عسكرية مكثفة لضرب القدرات الهجومية الخاصة بجماعة الحوثي لشلها ومنعها من الاستمرار بهذه العمليات، وخاصة أن جماعة الحوثي الآن بحسب هذه التقييمات الاستخبارية تشعر بأنها أنجزت الكثير بالنسبة لإيران، وبأنها رغم كل الضغط الذي تعرضت له إلا أنها لا زالت تطبق حصارها على مضيق باب المندب، وهو الأمر الذي أحرج الإدارة الأمريكية كثيرا وحتى من هم موجودين في حلف حارس الازدهار الذي يواجه جماعة الحوثي. وعلى هذا الأساس هم يستحقون هذه الشحنات من الأسلحة التي عادة إيران ترسلها بهذا الشكل عبر البحر العربي إلى خليج عدن لتصل مباشرة عبر البحر الأحمر إلى مناطق تواجد جماعة الحوثي. والقيادة المركزية الأمريكية خلال هذا الشهر تحدثت بأنها تمكنت من ضبط سفينة شراعية موجودة بالقرب من الصومال كانت تحمل العديد من المعدات التي ترتبط وتدخل مباشرة في صناعة الصواريخ البالستية والصواريخ الكروز المضادة للسفن، ووجدوا من خلال الأدلة التي طلعوا عليها من ضبط هذه السفينة التي كانت تهرب السلاح قادمة من إيران إلى جماعة الحوثي بأن هذه نفس الأسلحة التي تستخدمها هذه الجماعة في هجماتها على خطوط الشحن وعلى المدمرات الأمريكية والبريطانية وحلف حارس الازدهاري بشكل عام. وهذه الأسلحة كذلك بحسب هذه المعلومات التي نشرت على بوليتيكو هي ستكون مهمة لجماعة الحوثي لأنها تهدد القواعد وتريد استهداف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة بشكل عام. أوسن ديفندر الأسبوع الماضي نشرت نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن جماعة الحوثي تهيئ لهجوم على القواعد الأمريكية تحديدا الأسطول الخامس في البحرين وكذلك القواعد الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة وكذلك القواعد الموجودة في جيبوتي وأيضا لاستهداف حلف حارس الازدهار. ولكن بحسب هذه التقييمات الاستخبارية والمعلومات التي نشرت على بوليتيكو توضح أن المنطقة بأكملها والتواجد الأمريكي بأكمله هو تحت الخطر من هذه الجماعة، أي أن هذا يشمل ببساطة التواجد الأمريكي هنا في المملكة العربية السعودية وكذلك الوجود الأمريكي أيضا في دولة الكويت، وقد تكون الكويت مهددة بشكل أكبر من الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران إذا ما تم تنسيق من قبل الجانب الإيراني لتحقيق مثل هذا الهجوم الكبير للانتقام بالنسبة لجماعة الحوثي من كل ما تعرضت له. وهذه التقييمات أيضا أشارت بأن إيران قد تكون متشجعة بشكل أكبر لإرسال هذه الشحنات لجماعة الحوثي، خاصة وأنها تستغل الأوضاع الغير مستقرة في المنطقة، كل هذه الظروف الصعبة للغاية بسبب كل ما يجري في قطاع غزة لأجل تحقيق الهدف الأساسي والأسمى بالنسبة لإيران، ألا وهو إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط بأكملها من خلال هذه الهجمات. وبالتالي جماعة الحوثي وما جرى لها فإن هذه الجماعة تفتح لها الفرصة بالنسبة لإيران، تفتح فرصة لإيران لتحقيق الضغط على القواعد الأمريكية بشكل عام لكي يخرجوا من المنطقة بشكل عام وبشكل كامل، وتفرض إيران هيمنتها بشكل أكبر على هذه المنطقة. وسبق لإيران والمرشد الأعلى الإيراني هو الذي تحدث عن هذه المسألة في عام 2020 بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد بالضربة الشهيرة والمعروفة، قال ببساطة بأننا يجب أن نخرج القوات الأمريكية من المنطقة لأنه الرد الأقوى على اغتيال سليماني. في عام 2022 وتحديدا في يوليو التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الإيرانية طهران، وهذا اللقاء من خلاله قال المرشد الأعلى بأننا يجب أن نخرج الأمريكيين من شرق نهر الفرات في سوريا أيضا العراق. منذ عام 2019
والمرشد الأعلى الإيراني يضغط على العراق من خلال هذا اللقاء على رئيس الوزراء العراقي الأسبق السيد عادل عبد المهدي، الذي وضح له طبعا المرشد الأعلى كما نشر على الفرانس 24 بأنهم يريدون بغداد أن تفعل شيئا في مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق. يجب على الأمريكيون في حقيقة الأمر على بغداد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وكذلك أن الحكومة الحالية أيضا بدأت تضع تصريحات بمسألة بأننا لسنا بحاجة لقوات التحالف الدولي في المنطقة. وعلى لسان رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد محمد شيع السوداني، بعد ضربات متبادلة بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأمريكية دون معرفة الحكومة العراقية بهذه المسألة، بالتالي هي بدأت تطالب بهذا الاتجاه، وحتى الفصائل المسلحة العراقية بدأت تصعد بشكل خطير. الأمر أصبح واضحا من الهجوم الذي جاء مؤخرا على قاعدة عين الأسد بالصواريخ، مزيج من الصواريخ البالستية وغير البالستية، استهدفت طبعا قاعدة عين الأسد، الأمر الذي أدى إلى جرح 2 على الأقل من القوات الأمريكية وجندي عراقي. وهذا الهجوم الذي جرى على قاعدة عين الأسد، لاحظ بأن نيويورك تايمز ذكرت بشكل واضح بأن هذا الهجوم كان هو الأكثر نجاحا بالنسبة لهذه الفصائل المسلحة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. مقارنة بكل الهجمات، هذا هو كان الأقوى والأخطر على الإطلاق. وبالتالي بالنسبة لإيران، ما تريده هنا طبعا هو التصعيد ضد القوات الأمريكية في سوريا، وهو الأمر الذي يجري، التصعيد كذلك على القوات الأمريكية الآن في العراق. والآن كما تحدثنا، جماعة الحوثي تفتح الباب والفرصة لإيران لكي يكون هنالك تصعيدا على القوات الأمريكية في المنطقة بشكل عام، للضغط عليها بشكل أكبر ولإخراجها. وبالتالي الولايات المتحدة الهدف الأساسي أن تخرج من المنطقة هيمنة أكبر لإيران، وبعد ذلك تأتي ويأتوا طبعا بشكل واضح حلفاء إيران، ألا وهي روسيا والصين، لينتشروا بشكل واضح ويمتلكوا حلفا أكبر ويسيطروا على المنطقة ويصبحون الشركاء الأكبر لهذه المنطقة، ويصبح النفوذ أقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما تنتبه له الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول التصدي له من خلال هذه المعلومات الاستخبارية ومن خلال العمليات المكثفة التي سنراها ضد جماعة الحوثي لإبعاد المنطقة من صعود الظروف وأن تتطور إلى هذه الدرجة الخطيرة للغاية. أيضا الجانب البريطاني منتبه لهذه المسألة، وبدأت بريطانيا تضغط بشكل كبير الآن باتجاه الحرس الثوري الإيراني وحتى جماعة الحوثي. فعلى سبيل المثال، هذا النائب الذي ترونه أمامكم وهو عضو في البرلمان البريطاني، وهو روبرت جينريك، أحد الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني، ذكر وكتب على تلغراف البريطانية مؤخرا في 20 يناير كما تلاحظون في 48 ساعة الماضية، ذكر ببساطة بأن على بريطانيا وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وكذلك جماعة الحوثي أيضا يجب أن تضعها بريطانيا في قوائم الإرهاب، وخاصة أن جماعة الحوثي لم تستهدف فقط المدمرات الأمريكية مؤخرا، وإنما جزء من الاستهدافات لجماعة الحوثي على المدمرات الأمريكية، جزء من الاستهدافات كانت باتجاه HMS Diamond المدمرة البريطانية المتواجدة في البحر الأحمر، حاولوا ضربها بشكل مباشر. جماعة الحوثي أعلنت بأن القواعد البريطانية أيضا هي هدف بالنسبة لها، وأعلنت أيضا بشكل واضح بأن أي سفينة بريطانية مدنية أو غير مدنية هي هدف بالنسبة لها. وبالتالي نرى تصعيدا أيضا كبيرا من الجانب البريطاني على جماعة الحوثي، ومن الممكن للأمور أن تتصاعد بشكل أخطر من الظرف الحالي والظروف الحالية التي نتحدث عنها الآن، خاصة وأن ظروف قطاع غزة تتطور بشكل كبير. ومنذ الليلة الماضية الجيش الإسرائيلي قام بتقدم كبير في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، هنالك تطورات أيضا على مستوى وسط قطاع غزة. الأمر أصبح واضحا مما نشر على الوور مابر مؤخرا من تحديثات حول ما جرى. شمال قطاع غزة بحسب الوور مابر تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي 100%، لا تغييرات على مستوى القمر الصناعي نهائيا، ولكن وسط قطاع غزة قد تطور. لاحظ كانت الأمور قبل بهذا الشكل، ولاحظ بعد كيف تغيرت الأمور، تغير بسيط للغاية ولكنه تغير استراتيجي خطير. هذا هو التغير الجديد بالنسبة للجيش الإسرائيلي. دعونا نأخذ اللون الأزرق لكي توضح المنطقة بشكل أفضل، وقد يكون الأزرق ليس بالأفضل بكل تأكيد، لنأخذ اللون الأصفر إذن هو الأفضل
في عملية التقدم بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذا هو التقدم الذي جرى، وبالتالي هو تقدم يأتي باتجاه مخيم النصيرات. لاحظ أن هنالك تقدم آخر أيضا قد تم سابقا على مخيم النصيرات. واضح جدا أن البريج، مخيم البريج محاصر، أن الجيش الإسرائيلي قد يهدف في أي لحظة من مهاجمة هذا المخيم، وكذلك من الممكن أن يبحثوا عن عملية تطويق ما تبقى من المغازي التي تمكنوا من اختراق هذا المخيم بهذا الشكل. هنالك صدامات واشتباكات كبيرة. أيضا واضح أن الجيش الإسرائيلي سيبحث من استغلال هذه المنطقة الفارغة بين النصيرات وكذلك بين ديار البلح، وأن تتقدم بهذه المنطقة وبالتالي تقطع الربط وتقطع الاتصال والعمق الاستراتيجي الذي تتمتع به الفصائل الفلسطينية بين النصيرات ودير البلح، وبالتالي عزل النصيرات هنا. أيضا تقدم بهذا الاتجاه ممكن أن يجعل الأمور أيضا أصعب شيئا فشيئا على دير البلح، ومن ثم استغلال المنطقة بهذا الشكل والدخول إلى النصيرات، وشيئا فشيئا ترى مع القصف الجوي طبعا، مع الاختراقات والتكتيكات والإنزالات واستغلال ما هو قادم طبعا من البحر بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الظروف أصبحت شيئا فشيئا تصبح شيئا فشيئا صعبة على المخيمات هنا في وسط قطاع غزة. أما بالنسبة لخان يونس، لاحظ كيف كانت الأمور قبل هذا التطور، لاحظ كيف كانت الأمور قبل تقريبا بأربعة أو خمسة أيام، ولاحظ الآن كيف تغيرت الأمور. والجيش الإسرائيلي توسع بشكل واضح، توسع في هذه المنطقة باتجاه عبسان الكبرى هنا، بأن هنالك ضغط من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، وبالتالي واضح أنها هدف قادم بالنسبة للجيش الإسرائيلي. أيضا أن التقدم الأهم جرى هنا بهذا الاتجاه الغربي من خان يونس، وهذا التقدم طبعا الآن تطور بشكل أكبر مما نتحدث عنه الآن بحسب صور جديدة قد صدرت اليوم توضح بأن إسرائيل وصلت إلى هذه المنطقة باتجاه جامعة الأقصى، وأن هنالك اشتباكات خطيرة بين الفصائل الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي بسبب تسلل إسرائيلي الليلة الماضية لهذه المنطقة، والفصائل الفلسطينية كانت جاهزة للاشتباك مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. هذا الأمر وهذا المقطع هو كان واضحا من وكالة مهمة ألا وهي شبكة قدس الإخبارية، هي التي نشرت اليوم مقطعا مصورا من أحد الصحفيين لطبيعة الاشتباكات هنا في خان يونس. لاحظ مكتوب الوضع الآن في خان يونس، وظهر الصحفي الذي كان ينقل هذه العملية وقال بأنها بالقرب من جامعة الأقصى في خان يونس، وهو ليس بالبعيد منها وهو موجود في خان يونس. ومن خلال الصور الخاصة به من الممكن أن نكشف هذا الموقع، من الممكن أن نرى أين من الممكن هذه العملية وأين الاشتباكات بالضبط تجري. ستلاحظ هذا المبنى يظهر أمامنا بهذا الشكل الهندسي الواضح والمميز، كذلك أن هنالك مبنى أو مبنيين هنا بهذا الاتجاه مع خزانات باللون الأسود أصبحت ولونها سوداء طبعا، أصبحت أوضح بشكل أكبر مع هذه الزاوية من التصوير. هذا نفس المبنى الذي تحدثنا عنه، هنا مبنى وهنا مبنى صغير، وهذا المبنى الثالث تتواجد فيه خزانات الماء باللون الأسود، وهو كان ينظر باتجاه الاشتباكات باتجاه جامعة الأقصى كما كان يتحدث، وقال بأن هنالك آليات إسرائيلية تشتبك في تلك المنطقة. والنقطة الوحيدة التي نلاحظها مميزة هنا من هذه المنطقة وهذا المبنى كما ترون باللون الأحمر الصغير، قد يكون نقطة دالة بالنسبة لنا لنعرف أين هذه الاشتباكات بالضبط. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي، هذه هي خان يونس، المنطقة المذكورة جامعة الأقصى إذا ما اتجهنا إليها فهذه هي الجامعة بالضبط. إذن هذا الرجل من الممكن أن يكون ليس بالبعيد أبدا بما أنه داخل خان يونس، يوضح بأن هذه الجامعة بما أنها هنا فأن هذا الرجل من الممكن أن يكون موجودا هنا ويصور هذه العمليات بهذا الاتجاه وبهذا الشكل. والمبنى الوحيد الذي يتطابق أو المباني الوحيدة التي تتطابق مع ما رأيناه من هذه الصور أو اللقطات المصورة لهذا المراسل أو الصحفي أو المصور، ستجد بأن هذه هي المباني الوحيدة المتطابقة مع ما رأيناه. هذا هو نفس المبنى بنفس طبيعة الشكل الهندسي الذي تحدثنا عنه، وتلاحظ هنا المبنى الأول والمبنى الثاني، وهذه هي خزانات الماء باللون الأسود. هو يعني تقريبا متوقف هنا وكان يصور بهذا الاتجاه وبعدها صور بهذا الاتجاه، ولكن إنه ذكر أن الاشتباك بهذه المنطقة. بالتالي إذا ما هبطنا بالقمر الصناعي لنعتبر أنفسنا بأننا نحن هذا الصحفي الذي يصور أو المصور الذي يقوم بتصوير هذه المنطقة، سنرى أن المبنى الأحمر الذي تحدثنا عنه موجودا هنا
بالضبط كما نرى، متطابق تماما مع الصورة التي رأيناها، وهذا يوضح ببساطة أن طبيعة الاشتباكات ليست بالبعيدة مما نراه في هذه المنطقة. هو يوضح أن الجيش الإسرائيلي تقريبا، إذا ما عدنا بالتأكيد على هذا المبنى، هو يأتي تقريبا بهذا الاتجاه، المبنى الأحمر الذي ذكرناه، وبالتالي هذا يوضح أن الجيش الإسرائيلي قد اخترق هذه المنطقة ودخل في عملية اشتباكات ليست بالبعيدة مع الفصائل الفلسطينية التي تبدو بأنها لا زالت موجودة هنا ولا زالت تسيطر على هذه المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي يبحث عن عملية تحقيق نتيجة من هذا الهجوم. لاحظ الآن إذا ما عدنا إلى الخارطة مرة أخرى، فواضح أن التقدم الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه وجرى بهذا الاتجاه، باتجاه هذه الجامعة، وتم هذا الاشتباك وتم هذا الاستهداف والاشتباك مع الفصائل الفلسطينية. المثير بهذه المسألة أن هذا التقدم الإسرائيلي لم يأتي من فراغ، هو يأتي بعد رفض بنيامين نتنياهو نوع من العرض القادم من حركة حماس، التي عرضت ببساطة على الجيش الإسرائيلي وعلى إسرائيل بأننا سنطلق جميع سراح الأسرى الموجودين لدينا على شرط أن تتوقف هذه الحرب وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بأكملها. هو رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وظهر بكلمة واضحة حول هذه المسألة، وجرى الاختراق ليلة يوم أمس ليتم التقدم بهذا الشكل. وهذا التقدم يبحث عن مسألتين، مسألة الأسرى بالدرجة الأساس، وخاصة أن إسرائيل كشفت عن نقطة معينة هنا، عن أنفاق جديدة قد تمكنت من الوصول والسيطرة عليها، وهذه الأنفاق أصبحت ظاهرة إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي الآن من نفس المنطقة التي ذكرناها. لاحظ أن الأنفاق تأتي هنا كما صورتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، هذه المنطقة لنأخذ عددا من العلامات منها التي نراها، نرى بأننا أمام تقاطع للشوارع، مخازن هنا واضحة، وهنا أيضا مستودعات، وتلاحظ هنا منطقة فارغة بهذا الاتجاه. نفس هذه الصورة وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت بأن هذه المنطقة هي منطقة أنفاق يصل طولها إلى 830 مترا وعلى عمق 20 مترا، وقالوا وأوضحوا أين المدخل وأين المخرج، وقالوا بأن هنالك أسرى ومختطفين كانوا موجودين في هذه المنطقة، وصوروا طبعا هذه الأنفاق كما نشروا بالصور اليوم العديد من الأوساط الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وأوضحت بأنهم قد دخلوا إلى هذه الأنفاق وبأن هنالك منشأة كاملة لعملية احتجاز الرهائن في داخل هذه المناطق، وذلك لأن هذه المنشآت هي تعتبر منطقة وجدوا فيها أيضا أدلة في حقيقة الأمر من الدي أن أي أيضا، وأدلة بأن هنالك كانوا مختطفين، وحركة حماس بمجرد ما شعرت بأن هنالك اقترابا إسرائيليا منهم قامت بنقل جميع الأسرى من هذه المنطقة. وكذلك النقطة الثانية والمهمة هي استهداف قادة حركة حماس، بدأوا ببيع لعب للورق كما تلاحظون، أو ورق لعب بهذا الشكل، توضح أولى وأهم الشخصيات الموجودة في الورق هو يحيى السنوار المدبر والعقل المدبر لما جرى في 7 أكتوبر، وبأن هذه الورق وهذا اللعب من الورق أو لعبة الورق يبيعوها تقريبا ب20 دولار كما تلاحظون. وأيضا توضح عددا من الصور الأخرى لعدد من المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، تحديدا حركة حماس، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو مطلوب أيضا للجانب الإسرائيلي، بالضبط كما فعلوا مع النظام أو كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 عندما غزت العراق، أيضا وضعت صورة صدام حسين والمسؤولين العراقيين على لعبة ورق أيضا بهذا الشكل، وواحدا تلو الآخر تمكنوا من إلقاء القبض عليهم وإعدامهم وغيرها من هذه التفاصيل بالمحاكمات، وبقصة معروفة نراها تتكرر طبعا هنا ولكن بسيناريو مختلف وبطريقة مختلفة. والمثير أن الوول ستريت جورنال كشفت مؤخرا بأن يحيى السنوار لم يتصل بإسماعيل هنية منذ شهر تقريبا، انقطع الاتصال بينه وبين إسماعيل هنية، بالتالي مثل هذه الاختراقات قد تعني أن إسرائيل تبحث عن يحيى السنوار، وخاصة أنها سبق وأن قالت بأن يحيى السنوار موجود في خان يونس تحديدا. بشكل عام السيطرة الإسرائيلية أصبحت بهذا الشكل على قطاع غزة شيئا فشيئا، مع المنطقة الاشتباكات التي تحدثنا عنها في خان يونس تقريبا بهذا الاتجاه، يبدو بأن إسرائيل بدأت تسيطر على النسبة الأعلى من قطاع غزة مقارنة بالفصائل الفلسطينية، لكن لا زالت
خان يونس بشكل عام، الفصائل الفلسطينية موجودة في خان يونس، لا زالت موجودة في رفح، لا زالت موجودة في وسط قطاع غزة. وكذلك كانت هنالك أنباء واضحة قد نشرت مؤخرا من عدد من الأوساط الغربية التي أكدت بأن من قتل من حركة حماس هم 20 إلى 30% من قبل الجانب الإسرائيلي، لا زال لديهم صواريخا وإمكانيات ممكن أن يستهدفوا بها وسط وجنوب إسرائيل لأشهر قادمة، لا زال لدى الفصائل الفلسطينية طبعا الكثير. ولكن بحث الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر عن القادة هو فيه رغبة لإعلان انتصار إعلامي، توجيه ضربة حقيقية للفصائل الفلسطينية وتحقيق تقدم أكبر بالنسبة لهم بعد اغتيال القادة. بكل تأكيد بالتالي الظروف في غزة ستنعكس بكل تأكيد على المنطقة بأكملها، وسنحاول أن نفكك هذه المسألة ونعرف تفاصيلها